السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عندك اي موديل 3D وعايز تشوفه اونلاين او تشاركه مع الناس، هنشوف الموضوع ده مع بعض. وفي فيديوهين كنت عملتهم ازاي نحول اي لاعب عندك لجوه الكمبيوتر من خلال ان انا اصور عدد كبير جدا من الصور وادخلها جوه البرنامج واحولها. هتلاقي الفيديوهين اسفل الفيديو ان شاء الله. دلوقتي اقول له ابلود وابدا اختار الملف اللي انا هشتغل عليه اللي هو دوت. نجرب ترفع الملف ده او ده، تمام؟ مش اي ملف عندك يعني. هو بيقول لك ان هو عمل له ابلودنج وعمل له بروسيسنج ومساحه صغيره، وبيقول لك اكتب الاسم وحدد الكاتيجوري اللي هتحط فيه الملف دوت عشان الناس تلاقيه بسرعه. بيقول لك عشان الناس تلاقيه بسرعة حط كذا تاج، حط ديسكريبشن ليه. هو انا بتعمله بروسينج هنا، انت عايزه بابليك ولا لأ، عايز تكتشر ولا لأ، هل في حاجة اي حاجة مسيئة فما ينفعش يشوفوه الاطفال. طيب الداونلود طبعا خلينا نتشارك في المعلومة يعني، فلو اي حاجة مفيدة للناس خليها فري، الا لو حاجة انت تعبت فيها وعايز تخليها ستور فمفيش اي مشكلة خالص. بقول له سيف، ولما بيخلص السينج بقول له بابلش. طيب دلوقتي هو كده خلص، فهقول له بابلش. بيقول لي ابدأ شوف الموديل بتاعك. طبعا تقدر تعملها مشاركة في كل الشبكات التواصل الاجتماعي، هي حاجة بالشكل دوت. تقدر اي حد يعملها داونلود، تقدر تشتغل عليها على الانريل ويونيتي، يعني تقدر تدخلهم بعد كده تعمل لهم ريجمنتد رياليتي وفيرتشوال رياليتي لو حملت الموديل دوت. طيب لو انا قلت له داونلود فبيقول لي انت ممكن تحمله بامتداد بي ال واي وي جي اي تي اف ويو اس دي زد، التلات امتداد دول تقدر تحملهم زي ما انت عايز. لو عايز تعدل في خصائص تقدر تقول له ايديت بروبرتيز. لو انت عايز تعدل في الاعداد بتاع ال 3D تقدر تحمل الموديل وتعدل كل الاجزاء اللي انت عايزها، تمام؟ تقدر تعدل في الاضاءة، تقدر تعدل في الماتيريال زي ما انت عايز بالشكل دوت. تقدر تعمل بعض التعديلات، تقدر تقول له غير خليها اون، وتقدر تعدل بعد كده زي ما انت عايز. تقدر تحط انوتيشن كتابات، تقدر تحط انيميشن، تقدر تشوف حاجة في فيرتشوال رياليتي اهو بالشكل دوت. فانت بتعمل اعدادات بحيث اول ما تحدد الموديل تقدر تشوف الموديل بالشكل دوت، تعدل السكيل بحيث احنا قلنا هتدخله على الانريل واليونتي، فهنا الاعدادات بتاعت الفيرتشوال رياليتي زي ما انت عايز، تعدل في السكيل، تعدل في الشكل، تعمل له روتيت.